Et c'est avec vous, Elia Outier, bonjour, bienvenue. Bonjour Marion. Alors sans surprise, hein, Maudia, on va parler de l'euro. On fait un peu le bilan avec vous de tous les matchs d'hier. بالفعل ماريون منافسات اليورو اختتمت امس الجوله الثالثه والاخيره وبذلك اكتمل عقد المتاهلين الى ثم نهائي اليورو باجراء اخر المباريات يوم امس عشاق كره القدم تابعوا التشويق والمتعه والاثاره حتى اخر الثواني. فرنسا بطلة العالم ووصيفه النسخه الماضيه المتاهله قبل هذه الجوله الختاميه تعادلت في مباراه تشكوكية مع حاملي لقب اللقب البرتغال بهدفين لمثلهما هدفان لكريستيانو رونالدو واخر عبر كريم بنزيما العائد الى مع المنتخب الفرنسي نتيجه في النهايه اهلت المنتخبين معا مع تصدر ديكا للترتيب العام في حين جاءت البرتغال ثالثه وتاهلت كاخر افضل محتل للمركز الثالث كريستيانو رونالدو بعد هذه المباراه رفع رصيده الى 109 هدف دولي معادلا الرقم القياسي في عدد الاهداف الدوليه للايراني علي كما بات رونالدو الهدف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفا في المقابل كادت ألمانيا في ميونخ وعلى أرضها أن تودع المنافسة بشكل مفاجئ لولا عودتها من بعيد ضد الحصان الأسود في هذه المجموعة وقد تكون البطولة منتخب هنغاريا غوريتسكا وقع هدف التعديل في الدقيقة الثالثة والثمانين لينهي المباراة بهدفين في كل شبكة مع تأهل الألمان قبل ذلك وفي المجموعة الخامسة أنهى المنتخب الإسباني تواضعه في في مستهل اليورو بتعادلين وسحق سلوفاكيا بخماسية نظيفة فوز كان كافيا لعبور روخا إلى محطة الثمن ولحساب ذات المجموعة السويد المتصدرة والمتأهلة سابقا أنهت دور المجموعات بفوز مثير على المنتخب البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فوز السويد الذي جاء في آخر الأنفاس قضى على أحلام بولندا ليفاندوفسكي للعبور إلى الدور القادم هذه النتائج أهلت معها أوكرانيا إلى الثمن كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة بعد نهاية دور المجموعة مجموعات اليكم مستمعين الاوفياء برنامج الثمون فرنسا تلاقي سويسرا كرواتيا اسبانيا النمسا تلعب ضد ايطاليا ويلز الدنمارك هولندا تلاقي تشيك المانيا في قمه ناريه هناك في لندن ضد انجلترا السويد كما ذكرنا ضد اوكرانيا وبلجيكا تلعب ضد البرتغال من القاره العجوز الى امريكا اللاتينيه ومواصله كوبا امريكا في البرازيل حيث حقق منتخب السامبا امس فجر الاربعاء انتصارا قاتلا على منتخب في كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحد كولومبيا تقدمت في الدقيقة العاشرة عن طريق لويس دياز في الشوط الثاني نجح روبرتو فيرمينيو في تسجيل هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة الثامنة والسبعين من ضربة راسية وبعد جدل واسع من الحكم واللاعبين احتسب الهدف أخيرا وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضيع نجح كاسيميرو في إحراز الهدف الثاني والفوز للبرازيل من ضربة راسية رائعة بعد عرضية متقنة من نيمار بهذا الفوز رفع البرازيل رصده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة. الثانيه افتح اللحظة صفحة كرة القدم المغربية والمستهل من المغرب والبطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي لحساب الجولة الثالثة والعشرين الرجاء البيضوي يلعب اليوم ضد ضيف الدفاع الحسني الجديدي بداية من الساعة السابعة والربع الفريق الأخضر قبل محاك كاس الكاف إياب نصفا ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتقليص الفارق مع الوداد البيضوي المتصدر إلى ثلاث نقاط خاصة بعد فوز الفريق الأحمر في قمة سابقا ضد نهضه بركان بهدفين لدون ارادهم من المرتقب أن يعتمد لسعد الشابي على بعض الاسماء الاحتياطيه لاراحه نظيرتها الاساسيه لمباراه القمه كما ذكرنا ضد بيراميدز يوم الاحد المقبل في المغرب دائما اقل فريق نهضه بركان مدربه بيدرو بن علي بعد سلسله النتائج السلبيه وقرر حامل اللقب اذا تعيين المدير التقني دافيد بولونجي مدربا مؤقتا خلفا لبن علي لغايه نهايه موسم الجاري فكل الارتباط جاء بعدما فشل الفريق البرتغالي في منافسات كاس الكاف واقصي من دور المجموعات وايضا كاس العرش اضافه الى خروجه من دائره التنافس على لقب البطوله الاحترافيه مبكرا حيث يحتل النهضه البركانيه حاليا الصف الخامس ب نقطه بفارق خمس نقاط عن الصف الثالث المؤهل الى كاس الكاف في كاس العرب للشباب المتواصله اطوارها في مصر حقق المنتخب المغربي انتصارا ساحقا في ثاني جولات دور المجموعات على حساب جيبوتي برباعيه نظيفه وبذلك يتصدر المنتخب المغربي هذه المجموعه الثانيه كما تفوقت مصر على الجزائر بهدف نظيف نختم بعجاله من اخبار الكره السلة، وذلك في رابطه الام بي اي في اول مباراه نهائيه للمنطقه الشرقيه ميلوكي اذا تمكن من خسر امام اتلانتا فجر الخميس ب 116 مقابل 113 في اول لقاء بين الجانبين في نهائي المنطقه المنطقة الشرقية بعد مستمعي الكرام نضع نقطة نهاية عدد اليوم